لو الحكاية فيها إن فيتو. أي بضاعة تبقى لطبيعتها وصفاتها والمحافظة عليها لغاية المينا، سواء إذا كان هتخش للتخزين أو هتتحمل تحميل مباشر وانطلاقها لمكانها. تمام؟ في ده وفي ده. وكذلك برضو المينا أو المطار نفس الحكاية. المطار فيه قارة بضائع، ممكن الحاجة تتخزن يوم واثنين وثلاثة وعشرة وشهور، والمينا نفس الحكاية، ما في صلاة. أماكن كتيرة للتخزين. في حامل طلبيات كبيرة، حاملوا خمس ست كونتينر. ما ده موجود وده موجود. ده موجود وده موجود، يعني هي برادات. الموضوع ممكن يتم بالتنسيق بالتوقيت. ما انت اتكلمت انا قلته في الاول، لازم يبقى الناس ايه؟ تظبط البيت بتاعها. تظبط، مفيش مشكله، الشركه موجوده وتتوزع المينا موجود ويوزع زي كتيب كده لكل المصانع. بس بعد اذا الكتيب اللي احنا بنقول ده لازم يبقى فيه اهل الخبره مشاركه معاه، ما يبقاش مثلا ايه؟ اداره المينا بتشتغل وإدارة رجال الأعمال أو المصانع. والله لو كده خلاك تكون في شكوى. ما تقدم المقترحات دي، المقترحات دي تكون دي تسمع الشركة. أي شركة، أي شكوى، أي قرار حسب الأساس، أي قرار هياخده مش الشركة اللي هتعمله. أنت حضرتك هتقدم المقترحات بتاعت ساعتك، هو الأستاذ هيرد عليها في لجنة من المحافظة هنا بتاعت مشروع هتدرس كل النهاية وهتصدر القرار اللي فيه مصلحة. لم يقع ضرر على أي حد. هو هنعمل الصالح. الراجل المحلي ده لوعة. يعني انا بسالك، انا فاهم الموضوع كويس جدا. انا بقول لحضرتك ان عاوزين نبعد المشاكل المصانع عن اعاقه التصدير بالنسبه للسيارات. مفيش اي اعاقه. عايز اسالك سؤال. دي مشكله، دي مشكله كنا بنعملها في الجزائر. لكن مين ممكن مش حل مشكله؟ ممكن 1% احسن. لا عم ده المشكله مش بتاعتك. انت بتعملها معايا. انت كرجل اعمال لابد انك تتحمل معايا مسؤوليه امن دوله. لكن انت لو عايز العربيات دي جايه مثلا امن دوله، هي العربيات دي العربيات دي من الممكن جدا ان دول تساعدك كده. وانت قلت لو تهريب سلاح، تهريب عصار ثانيه واحده بس. مسكت عربيات بهذا الشكل ده في محافظه عبدالله يا محمد، موبايلات وراي في محضر. معلش والله مسكت وفي عليها مسجله. بعت مندوب. مفيش مندوب. المندوب ده شخص قابل كده. دي المكونات ده بتاع الشخص ده انا ما اضمنوش. معلش ما بعتش من الصوره ده تلاقي الراجل اللي الدنيا هتيجي عليه بكره. مفيش مشكله. انا عندي فرع، عندي مشوار يا فندم. لان الموضوع ده شغال بقاله كام سنه يا فندم. نعم التجريد ده بقاله كام سنه. النهارده حضرتك يسمعنا بكره ايه؟ ما الموضوع شغال ايه؟ موضوع شغال في الغرفه. بقى لنا دلوقتي كام سنه من ساعه المحطه ما اتعملت والعربيات بتروح تحمل من المصانع؟ ماشي بس عشان نتكلم عشان نتصور عشان نتكلم كان في مره واحده. يعني بقى تعالوا اهو لا حيض عن القرار ده. يعني احنا مش هنسمح لاي عربيه تتجول داخل طرق القاهره. تمام؟ ولكن معانا الحلول البديله اللي تكفل تامين البضائع من مكانها للمينا، سواء بالتحفظ عليها في المينا او تحميلها مباشر وانطلاقها الى الاماكن الاخرى. تحميل مباشر للمكان عليه عشان تحميل مباشر للمصر يطلع مندوب او تتصرفوا من غير المندوب. تحميل مباشر للمينا. مشروع كبير قوي مشروع كبير حضرتك عايز تخلي انا الدوله تخضع لرجال الاعمال. بص حضرتك، حضرتك عمال ايه؟ انا عامل موديل للناس بعمل 30 قرار من المشروع. ازاي انا قلتهم انا بس الواقع الدوله ليها سياده. اسمعك بس، الدوله ليها سياده. تمام؟ وسياده الدوله بتفترض علينا حفاظه الامن القومي للبلد. الموضوع مش موضوع صاحب مصنع ولا صاحب الاعمال عايز البراد يروح لحد عنده عشان نحمل له حاجته ونرجعها بما يتسبب في مخاطر على الامن القومي للدوله. لا في انت حضرتك مش شايفه. لكن انا مش شايف. اللي انشا هذا البناء البري كانت فيه اهداف محدده. تمام؟ وفي مشاكل محدده كان بيتم معالجتها وحلها من خلال انشاء هذا المينا البري عشان معالجه هذه المشاكل. المشاكل دي انا لسه قاعد النهارده دلوقتي مع احمد بن سلمان وكيل اول الوزاره وكيل الماليه.
مفيش عربيه لا هتحمل الا بروس الشحن والسواق يلم عليها وهنكتف عمليه التهريب. احنا بس عمليه التهريب بس علينا التهريب وانا بقول عليك احنا جاي نعمل كهرباء وحاجه. انا النهارده لو مش عربيه تهريب هيبقى في انا مش بتكلم عن التهريب. طب انا بتكلم عن الاشغال اللي بيتم للشوارع من خلال سير هذه البرادات. بعد اذنك يا استاذ جورج. انا لو انا 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 هيحمل ازاي ويمشي؟ مين البحريه مكانها فين اساسا؟ في اسكندريه في السويس مكانها. هو بيحمل منها ويسافر. هو نفسه بتجيلي الكونتينر بتحمله وبتشيل العربيه وتسافر بيها للسويس او تسافر بيها اسكندريه. كل ده مش احسن خالص. هو ده خط السير اللي بيتكلم عليه بطرق سريعه. ما هو ده هو اللي داخل من نويبع ورايح بدري هيطير مينا. ده مفهوم. ما هو ماشي في نفس الطريق اللي احنا بنصحبه رواش. وهو ده اللي هو مصحبه رواش. انا ماليش اخد مصاري. بطل مستنوسه بطريقه حامل الكونتينر بتاعه في المصنع على الرصيف وبيحمله على العربيه ويتقطع على ولا هو مينا ده العربيه داخله على الرصيف. قال لك الموضوع ده حتى العربيه سلم. طيب هو احنا دلوقتي